عليكم. اليوم نروح المنطقة تاع الحي تاع الأعمال تاع باب الزوار لنعرفكم على المقر نتاع البنك ناتيكسيس، هذا اللي يوجد في باب الزوار، وخاصة من يعني الشكل الخارجي معروف، يعني البناية تعود إلى 2010 يعني التاريخ نتاعها، لكن الجديد هو يعني أنه الصور يعني تأتي من داخل المبنى اللي هذه المقر هذا، ونشوف يعني النوعية رائعة وجيدة جدا. وللعلم أنه هذا البناء هذا تم تصميمه من طرف فابريس بارتنر، هي يعني مكتب دراسات عالمي يعني من أصول إيطالية، وكذلك يعني هذه المكتب دراسات هذا قد يعني تصمم كثير من البنايات الجزائرية، حيث أنه يعمل في الجزائر منذ أكثر من 20 أو 30 سنة، صمم عدة فنادق منهم شيراتون وهران، شيراتون عنابة، وحياة ريجنسي بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، وفنادق كثيرة تم تصميمها من طرف هذا المكتب دراسات فابريس اند بارتنرز. إذن نترككم مع الفيديو هذا لمعرفة البناية من داخل خاصة، والسلام عليكم.